أخبار اليوم. حنينة شوي، حنينة شوية يا أسامة يا إبراهيم، وبرضه مطلوب من مسعد يكون محضر نفسه ليها أكتر. ما فيش مشكلة. ضربة ركنية سريعة على الأيمن البعيد، ضربة رأس على طول، يا الله، 1-0 لمنتخب مالي. ضربة رأس من ضربة ركنية تخدع الجميع وتسكن شباك المنتخب المصري لتصعب الأمور على المنتخب المصري. أدي الضربة الركنية، 2-4-5 جوه منطقة الجزاء. الولد الوحيد هو اللي نط، هو اللي صعد.